في إنجاز طبي غير مسبوق، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، وذلك لمريض سعودي في العقد السادس من العمر عانى من الكبد الدهني غير الكحولي وسرطان الخلايا الكبدية. وتفرد التخصصي عالميا بتنفيذه عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزراعة، وذلك بعد أن كان يعتمد نهجا يجمع بين الجراحتين التقليدية والروبوتية في تنفيذ عملية الزراعة. تحدث حول هذا الخبر وهذه العملية مع ضيفنا عبر الهاتف استشاري زراعة وجراحة الكبد والبنكرياس بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ياسر النمري. أنا بك دكتور ياسر، مساء الخير. إذن في السابق كان هناك الجراحتين التقليدية وكذلك الروبوتية، الآن تم الاستغناء عن الجراحية التقليدية والتوجه إلى الروبوت. حدثنا عن تفاصيل هذه العملية وعن حالة المريض وكيف استطعتم الوصول إلى إجراء هذه العملية كاملة عن طريق الروبوت. حياك الله أستاذ أحمد، مساكم الله بالخير جميعا. بفضل الله سبحانه وتعالى تمكننا من زراعة كبد عن طريق استخدام الروبوت الجراحي لما تفضلت لمريض في العقد السادس من عمره. طبعا ما يميز جراحات الروبوت عن الجراحة التقليدية هي الجروح الجراحية. بالعادة المتلقي للكبد يتم زراعة الكبد عن طريق جرح يتراوح ما بين 20 إلى 25 سنتيمتر. باستخدام الروبوت تم الاستغناء عن هذه الجروح الكبيرة واستخدام فتحات صغيرة لا تتجاوز 8 مليمتر، ويتم إدخال الكبد وإتمام الزراعة عن طريق جرح 12 سنتيمتر يتم إخفائه بشكل تجميلي. هذا يساعد المريض على سرعة الاستشفاء وتقليل البقاء في العناية المركزة لأقل مدة ممكنة، بالتالي تقليل المضاعفات منها التهابات الصدر والتهابات الجروح، ويساعد في استشفاء المريض بأسرع مدة ممكنة، وبالتالي عودته لممارسة الحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. هل تختلف طبعاً؟ نعم تفضل دكتور. نعم تفضل. مما يميز الروبوت هو دقة العملية التي تجرى بها، بحيث أنه يتميز بتكبير لمدة 10 مرات تكبير، بالإضافة إلى دقة عمل الخياطات الجراحية المتعلقة بالتوصيلات كالشرايين والأوردة والقنوات الصفراء. جميل. هل يختلف إجراء العملية من شخص إلى آخر على حسب العمر أو أيضا المرض الذي مصاب به هذا الشخص؟ طبعا بالنسبه لجراحه الروبوت هي بدات بالمتبرعين في مستشفى الملك فيصل في عام 2018، وبفضل الله الان نحن من المراكز المتفرده في العالم، بحيث نسبه 100% من المتبرعين تتم عن طريق الروبوت الجراحي. طبعا هذه الخبره المتراكمه تقريبا اكثر من 900 مريض بفضل الله سبحانه وتعالى تم تبرع الكبد عن طريق الروبوت، ساعدتنا بشكل مباشر في اجراء العمليه. بالنسبة للمتلقين طبعا في البدايات العمليات الروبوت، بالنسبة للمتلقين يجب أن شروط خاصة للمتلقين كالحالة الصحية، احتمال التخدير، واحتمال اللي هو نفخ الغاز للمنظار أثناء عملية الروبوت. طبعا المتوقع في المستقبل بأمر الله سبحانه وتعالى أن هذه الشروط تتحسن وتقل، بحيث أكبر عدد من المرضى يستفيدون منها. جميل. هل هذا يعطينا نظرة أخرى فيما يتعلق بالعمليات الأخرى أو أيضا تطور في مجال زراعة الكبد؟ طبعا كما يعرف الجميع استخدام الروبوت في الجراحات وبدأ من فترة طويلة في بعض العمليات البسيطة كجراحات المسالك وجراحات النساء والولادة، لكن تأخر استخدامه في عمليات الكبد نتيجة لدقة العمليات والخطورة العالية، لكن بفضل الله مع تمكن الفريق الجراحية وتقدم الخبرة المتراكمة تمكننا من الوصول لهذه المرحلة. طبعا في المستقبل المتوقع أن جراحة الروبوت سوف تبقى على العمليات التقليدية، لكن لمدة غير متنبأ بها كما تعرف، لأن المتغيرات كثيرة، منها حالة المريض والحاجة للعملية ونوع العملية، لن تختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية وحسب مستوى تقدم المرض معه.
جميل. هل يعني هذا ايضا زياده تطور في فيما يتعلق بالاجهزه الروبوت واجراء هذه العمليه عن بعد دكتور؟ الفكره النظريه موجوده وتم محاولتها عن طريق احد المراكز ما بين المانيا واليابان، لكن طبعا مع تقدم العلم وزياده سرعه الانترنت في المستقبل نظريا ممكن عمل العمليه. تم المحاولة كإجراء تدريبي لكن ليس عملية حقيقية كاملة تمت، لكن في المستقبل لا استبعد حصول هذا الشيء. أشكر وجودك معنا في نشرة النهار، استشاري جراحة زراعة وجراحة الكبد والبنكرياس بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ياسر النمري.